بقى طول الوقت ادوارك يعني لايقه عليكي، يعني لايقه عليكي بمعنى ان هي مفيش دور قعدتي تكرريه كتير. صحيح ان هم في فتره على ان هاله صدقي دمها خفيف جدا حاولوا يحصروكي في الكوميديا، وده مش 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 عدل خالص لان انت موهوبه جدا في كل الادوار يعني، انما لا عملتي لنفسك خط مستقل هاله صدقي. يعني انا كنت زهقت من نفسي، يعني انا زهقت لا ولاقيه ان هم عارفه الانتاج بيحطوكي في حته، يعني كله بيحطك في الحته دي. فيمكن اللي له الفضل الحقيقه الدكتور مدحت العدل ومحمد العدل. ليه بقى؟ لانه انا كنت بعمل انترفيو مع دكتور مدحت وقلت له انا يعني من ارابيسك انا ما عملتش يعني من نجاحي في ارابيسك انا خفت ان انا كل الادوار اللي جات لي توحيده بعد كده فكنت خايفه. دي قله خبره دي قله خبره انك انت ممكن تكرري بس ممكن تبعدي شويه. انا بعدت قوي 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 من كتر ما انا خايفه على نجاح توحيده. فقلت له انا نفسي ارجع للادوار دي لانها وحشتني وبقالي كتير ما عملتهاش. في لحظه ما احنا بنعمل انترفيو مع بعض يعني بص لي وفي حاجه انا حسيته، في حاجه نطت ما كنتش اعرف انه بيعمل حاره اليهود. وفاجئني بشخصيه حاره اليهود. كنت هايله كنت وكان في قصه حب كده يعني مختلفه، كان في لغه حوار مختلفه وما عملتيش الدور دور العلمه بشكل النمطي المبتذل. لا بصي كان يعني الملابس كلها كانت كات وعلمه بقى والاربعينات دول كانوا مربربين زي حضرتك كده. وبس لما يعني حسيت انه لا انا هعتمد على الاداء اكتر من على اللبس، بالاضافه انه هيتعرض في رمضان وكفايه انها علمه وكفايه انه بيت مشبوه فحاجات كتيره. فانا قلت ايه حاولي تلمي ده رمضان يعني حاولي تلمي الدنيا. خلينا نشوف حته من حاره اليهود. لا 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 مش ده العسل اللي انا اعرفه ابدا. هو انا لما اهتدي ابقى وحش يا زينة؟ يا عم اهتدي زي ما انت عايز، حد يكره؟ ده انا اول واحده افرح لك. على الاقل قلبي مش هيفضل متشحتف وانت عمال تتنطط من مره للتانيه. امال زعلانه ليه؟ زعلانه علشان العسال اللي انا اعرفه ما يسيبش طاره، ما ينامش في بيته وفرشته ورجالته وصبيانه خانوه، قاعد عمال ياكل ويشرب في البيت كان ما فيش اي حاجه حصلت. اللي نبوتك فين يا سيد المعلمين؟ كبر وشيخ زي صاحبي. فعشر معاش ولا كان اللي يقول كده. نبوتك لازم يفضل مرفوع لفوق لآخر نفس في عمرك، وإلا بقى أبقى أنا غلطت في العنوان وغلطت في الرجل اللي أنا حبيته وغلطت في السكة اللي أنا مشيت فيها من الأول. أنا ست مجربة وفاهمة، العسل ده زي الوردة مهما كبرت ودبلت ريحتها بتفضل فيها. ده كلام يا زياد. ماشي يا عسل. عارفه انا هروح اعمل ايه دلوقتي؟ هروح اقرا على روحك الفتحة. حتى الفتحة خساره فيك. بالحضني يا بنتي يا هاني. يا وحشتيني يا بنت. وحشتيني وحشتيني قوي قوي يا ست الكل. شفتي ما كنتش بتزوريني ليه يا بنت؟ هو نقدر يا ست الكل. لا انا شايله، لا شايله منك موت. معلش بس انت ما تعرفيش اللي حصل هنا. امتى؟ بيطلعوا في كل وقت يا بت. بت لما تبتك يا ولية يا خرفانة يا رد السجون. أنا رد سجون يا اللي بيجيبوكي من على الحيطة بشبشب يا يا ولية. سيد رجب ده راجل جميل قوي. كان يعني الراجل ده ممثل جامد جدا. ليه بقى؟ لانه ده المفروض الفتوه بتاع الحاره وهو يا حبيبي رفيع قوي.
فانا ابص له كده والاقي جايب له بتاع كبيره قوي قده يعني كبيره خالص يعني. فانا ابص له كده اقول له سيد انت مسكست يا سيد شكلك مش بلطجي يا سيد يعني. بس هو ممثل لا هايل جميل هايل هايل. انت بقى بقيتي بتمثلي كده وانت ما تفهميش مرتاحه مطمنه سايبه ايديكي مش قلقانه من حاجه يعني مستعده تمثلي اي دور وكل دور بجمال واستمتاع معرفش في حاجه فيكي مش عايزه اقول متغيره بس محلويه في التمثيل. لا لانه انا بقالي سنين بعيده عن الدراما تراجيدي. انا بقالي سنين بعيده عن التراجيدي. فيمكن الفتره اللي احنا عندنا 3 سنين كنت بعمل سيت كوم وبعدين عملت حاجه كوميدي فانت عندك 4 سنين 5 سنين بالاضافه الى المرحله السنيه انت كمان هتختاري ايه؟ هتشتغلي ايه؟ الاختيار فيه صعب لازم تكوني متصالحه مع نفسك اكيد في جيل جديد هيطلع عليكي. هل انت هتوافقي؟ هل انت هتعافري وتثبتي وجودك وتستمري في النجاح ولا هتقولي لا خليني قاعده في البيت لغايه ما اللي انا عايزاه وتبقي انت لوحدك بس مش ناجحه. عدد المشاهده المشاهدين شباب اكتر من الناس الكبار. فهي حته صعبه منطقه صعبه انت داخله فيها فانت لازم توزنيها بعقلك اكتر وتدي فرص للآخر بحب أكتر. وكل ما أنت بتحبي الآخر وكل ما أنت داخلة بنية حلوة للآخر أنت بتنجحي أكتر. قالوا لي أنك قريب كنت كاتبة كده حاجة على الفيسبوك. أيوة حاجة مبهمة بس بتقول أنه هالة صدر تعرضت لغدر وخيانة من أصحاب أو معارف. أنت ما فسرتيش بس كان واضح جدا أنك واحدة موجوعة وما قدرتش افهم هو مين اللي ممكن اصحابي ايه حجم الخيانه اللي تخليه واحد زعلان قوي كده. لانه انا بتعامل مع الناس بسجيتي جدا ما عنديش لقم نهائي وبحبك بحبك ما بحبكيش انا ما بحبك يعني حكايه واضحه بالنسبه لي خالص ويمكن ابقى مدب كمان في الكلام يعني انا مدب في الكلام يعني مش لا حلو حلو وحش وحش. فبتعامل مع الناس بقلب مفتوح جدا وببقى حابه الخير للي حواليا جدا جدا جدا. ويمكن مشكلتي في الحياه ان انا دايما بفكر في الاخر يعني بفكر في الاخر هبسط ده ازاي هجيب هديه ده لايه عشان تبسطه مش مجرد هديه يعني تفكيري دايما في اللي حواليا باستمرار. فلما تلاقي انه في الم نزل على وشك من غير مناسبه ومن غير مبرر وانا كمان قعدت يا منى انه انا يعني الحمد لله انا ربنا مديني قلب نظيف وجيت في فتره كده لقيت نفسي انه دي ايه او حاجات زي كده قعدت اصلي لربنا انه لا رجع لي قلبي انا مش عايزه ابقى الشخصيه دي حتى لو حد اذاني رجع لي قلبي انه اعرف اسامح واعرف. فلما حد بيزعلني او بيضايقني بقعد ادور له على الاعذار بكل الوسائل عشان انا عارفه لو زعلت مش هرجع فانا مش عايزه افقدك ف يعني دول قعدت ادور لهم. ايوه انا عايزه ايه نوع الالم يعني؟ لا مش هينفع بقى يعني الم جاي الم يعني له علاقه بعد الهوا حبيبتي فلوس مثلا فيها طبعا طمع فلوس فيها طبعا ممكن تبقي ناس انت ساعدتيهم بكل ما تقدري علشان يقفوا على حلهم او يشدوا نفسهم او يعني بتساعدي انت مضيعه وقتك ومضيعه صحتك ومضيعه مجهودك ومضيعه سايبه بيتك واولادك علشان تساعدي ناس ما ينفعش يخدعوكي ما ينفعش يسرقوكي مش سرقه يعني لكن ما ينفعش ليه؟ قعدت ادور ليه 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 قعدت بقى لي 4 شهور أو 5 شهور صدقيني انا عايزه تلاقي عذر فقت مثلا الشهر اللي فات بس يعني يمكن الشهر اللي فات اللي بدات استعيد
هالة. yeah. اه فليه؟ ما فيش سبب غير انه غباء. يعني مش عارفه يعني لغايه دلوقتي علامه استفهام ليه. وقفت قلت ما لهمش لازمه خالص الناس دي في حياتك ليه؟ لانه العمر قد ايه وخلاص يعني ما لهمش لازمه في حياتك اصلا يعني. وجودهم زي عدمهم زي يعني مش حاجه اساسيه في حياتي، مش حاجه اساسيه في بيتي، مش حاجه اساسيه في عيلتي، فاهمه؟ ما عارف. فخلاص بناقص المعارف مش مشكله. ايه بقى فعلا بتخافي قوي من الحسد؟ هلا صدقي اطلاقا اطلاقا لك اطلاقا ده انا قالوا لي انه يعني بتترعبي من الحسد؟ لا من الحسد لا. بصي لو انا يعني هم زي ما بيقولوا نجمي خفيف، نجمي خفيف، لو انا يا منى رحت عملت ميك اب وشعري ولابسه وقلت لحد انا نازله ما بنزلش، بتجيلي اقول هنزل ليه بقى ولسه هسوق ولسه يا بناقص، فتلاقيني قاعده. ايوه بس ده مش حسد على فكره، ممكن يبقى كسل، ممكن يبقى لا اي لا حاجه. لا مش كسل، لا مش كسل. انا يعني في حاجه انا تجربه انا مريت بيها تؤكد انه ولادي لما انا جيت اعمل السبوع كل اصحابي قالوا لي ما تعمليش السبوع وما توريش الولاد لحد وحاجات زي، قلت لهم ايه العبط ده؟ كلام الفاضي ده وحاجات زي كده. واوحته قلت لهم لا لازم افرح بيهم وبتاع. والحمد لله يوم السبوع انا في البيت عازمه بيتي صغير مش كبير فعازمه ناس قليله قوي قريبين مني جدا يعني 5 6. البيت ده فيه مثلا كان 100 120 شخص فجاه يعني الناس فرحانالي ومبسوطالي وناس مش اصحابي قوي طبعا من الوسط يعني الوسط ده اهلي وعيلتي بجد. فلقيت الناس كلها جايه لي وفرحانه ومبسوطه. وقت ما احنا بنعمل السبوع ده الحاجات دي فجاه جالي العصب السابع ووشي اتعوج. ف ما لحقتش افرح، ما عرفتش افرح، فاهمه؟ واتلخمت في وشي طب انا وشي ده ايه؟ طب هيرجع مش هيرجع؟ واتقلبت الليله انه كل واحده من صحباتي بتطلب لي دكتور يشوف ايه القصه او بتاع. فمثلا واحد لقيته كاتب لي ادويه كتيره قوي، ففي دكتور تاني قال يا بنتي الادويه دي تجيب لك سكر. كلمته قلت له يا دكتور هي الادويه دي تجيب سكر؟ قال لي يعني نضحي بالسكر ولا بوشك؟ قلت له يعني هرجع وشي وبعدين ارجع اتعالج سكر؟ يعني عارفه دخلت في مرحله تعبانه قوي اللي هو قعدت 45 يوم وشك. وبعدين الدكتور يقول لي ما بصي انت لو ما خدتيش الحقن دي وشك مش هيرجع تاني. طب ده وشي، طب سيبك ان انا ست وكل واحده مهتمه، ده اكل عيشي ده شغلي، فاهمه؟ ما فرحتش بالولاد وما فرحتش بالسبوع. وصدقيني لغايه النهارده انا ما شفتش، كنت عامله ديكورات وفرحانه ما فرحتش. ومن يوميها الصبح قاعده عماله اعيط من غير سبب ومن غير مناسبه واتقلبت الليله. مثلا اعياد ميلاد ولادي لما اعملهم لازم بعدها يبقى في مصيبه بعدها على طول. ما بستناش بعديها على طول، لازم تبقى في كارثه. لدرجة انه على الفيسبوك لما بتنزلي صورة ده شغلي بقى. ده شغلي يعني، ده شغلي، ما هو ده شغلي يا جماعة ان الناس لازم تعرف يعني الناس. الخاتم. لا على فكرة يعني الست مركزة قوي زيادة عن اللزوم. طب انا مش عايزة احكي لكم على الخاتم. انا مش عايزه احكي لك على يا حبيبي بصور مع محمد رمضان خلاص. فانا لابسه الخاتم ده تمام، هو قريب ده يعني. فالمهم انا في العربيه بشاور تي تي تي، فراح الخاتم نازل طاير من ايدي ونازل على رجله مقسوم نصين. فحبيبي هو خاف، قال لي يا خبر ابيض ايه ده، انت واخده عين جامده قوي. قلت له يا شيخ انت بتصدق في الكلام الفاضي ده؟ يعني عادي الخاتم باظ. فقلت لهم لازم نجيب واحد تاني اخوه لانه راكور في المشهد اللي بعدي. اوكي دخلنا الاستوديو نكمل بقيه المشهد، ها لغايه ما جابوا لي الخاتم. والله العظيم يا منى انا لابسه الخاتم في ايدي
وهو قاعد جنبي بقول له ده حسد عليك انت ضرب فيا انا. فانا حتى ايدي كده والخاتم لقيت الخاتم راح مقسوم نصين في ايدي. عيوب صناعه يعني ده. لا ده تاني خاتم. خط الانتاج ده وحش. ده تاني خاتم بعد ونوس بقى. البيت ولع. بيت مين اللي ولع؟ بيتي. كل يعني راجل جاي يصلح حاجه لمبه حط حاجه في شرايينه بوم 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 عارفه الصواريخ بتاع الفاير وركس كده في البيت ترارتتت. ما فهمتش فيه ايه. الكهرباء في مصر بقى ده كان في الساحل في مصر بقى. كل ما اقول ان انا خدت جايزه تروح حاصله بطلت اقول وبطلت اروح يعني. يعني اللي هو يا رب ما تجيب جايزه يا رب. كتر خيركم متشكر. صدقيني مش لازم تقولي أيوة انت خدتي جايزه. ايوه بس حوادث ممكن تحصل لكل لكل الناس مش بعد البوست. طب انا هقول لك على حاجه. اتفضلي ادي إيه؟ ضحيه اهو. اهو ده يا حبيبي ده هيموت. اه والله ده كان فرفر. فرفر مني هو كمان اتحسد. طب قولي لي بقى اشمعنى. أيوة اهو بصي كان فلة. حبيب قلب امه اهو. بصي بقى يا روحي ده ايه. بصي بقى ودانه وقع تنفس ومرمطه اهو. والله بصي تنفس صناعي. وده يا حبيبي هيعمل عمليه بعد بكره بعد مسلسل عادل بقى. خايفه انزل صور مسلسل عادل. انت بتقعدي في البيت. انت بتقعدي في البيت. طب بقى قولي لي. لا بصي انا الكهرباء قطعت رجعت ضربت لي الحاجات الكهرباء كلها في البيت. كل الاجهزه اللي أيوة في الكهرباء. ايوه بس ما هو ده بيحصل عند كل الناس. ما هو في حياه من غير حوادث. الفيسبوك لا ما نزلش صور. صور لا. اولا بصي يعني حيوان يعيا عادي جدا كل الحيوانات بتاعي كده حبيبي. أيوة. كده شفتي صورته في الاول وهو واخد الكلوز قمر ازاي. بصي ووصل. بصي ده حبيبي هيعمل عمليه بكره احتمال يموت بكرة. والله احتمال. ايوه عشان عيان. ما هو طب موضوع عيد الميلاد ده ما فيش عيد ميلاد بيتعمل للعيال غير لما العيال كلها بتروح عيانه على فكره. دي قاعده. لا لا هو مش اللي يروح بحسبه واللي يروح عشان بيبقوا تجمع فلازم العيال تغلب الامر بيها بعد اجازه الصيف برضو العيال بيرجع يعني طبيعي الحوادث بتحصل. لا الحمد لله. لا بس يعني انت نجمك خفيف. شايفه النجم لا خفيف. لا مش كده. مش بقول لك بخاف. طب انا عندي جايزه في المركز الكاثوليكي. لو النبي ما تقولي. والنبي ما تقولي. والله خايفه. احنا ملصمينك يا هان. لا لا خايفة. لا 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 ابعتي اي حد ياخد الجايزه. لا لا خلاص ماشي يا جماعه. مش قادره اقول صوري. خلاص اسحبوا الجايزه. طب اعمل ايه؟ هلا اهم من الجايزه. والله العظيم السنه دي كل التكريمات والجوائز بتاعه ونوس خايفه اروح. بس اتهاري كان في مهرجان عايزين هلا صدقي في عضو لجنه تحكيم وحاجه محترمه جدا وقالوا لي لا لا مش هروح. اتاري بقى. لا 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 يعني انا بتريق. كنت على الناس دي انا كنت بتريق اقول ايه العبط انتوا مجانين انتوا ناس متاخره. بس الناس اللي بيخافوا من الحسد كده دايما بيلبسوا حاجات بقى زرقاء كتيره وكده. انت مش كده ما انت طبيعيه وعاديه يا حبيبتي. ده انا هجيب سيراميك ازرق في البيت. هتجيبي سيراميك ازرق اضربوا لي البيت كله ازرق والله العظيم. لا 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 مش كده يا ستي. الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ربنا يحمي لك اسرتك واولادك. بعت اصلح الثلاجه. قلت اصلح الثلاجه. طيب خلاص اكلم الصيانه ما يردوش عليا مش معبريني خالص. طب حضرتك مش عارف حضرتك. طب صورنا الثلاجه. صورنا الثلاجه. اديني تاريخ ميلادها والرقم القومي بتاعها. عملت كل الحاجات. طب حضرتك بقى ابعت لنا 1000 جنيه مبدئيا. ليه حضرتك 1000 جنيه؟ حضرتك انت ما شفتش الثلاجه اصلا ولا تعرفت عليها. طب مش تيجي تشوفها. حضرتك لازم ال 1000 جنيه الاول مبدئيا. طب اتفضل حضرتك وهديك ال 1000 جنيه. اتفضل بس شوف الحاله خلاص. طب خدي حضرتك الحساب بتاعنا في البنك عشان تحط لنا ال 1000 جنيه. صدقيني بصي يعني قلت حتى لما عايزه اصلح حاجه مش عارفه اصلح. عارفه هو هلا سيدي عامله عارف اللي عارفين اللي خاف من العفريت يطلع له. لما واحده ست تبص للكعب بتاعها تقولي انا هقع النهارده. انا هقع النهارده تقوم واقعه. لا لا خالص يعني انت عشان لا 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 خالص انا مش النوعيه دي
خالص، بس انا من ساعه ونوس وانا تك 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 تك. خلاص يا جماعه احنا بعد الحلقه نرقيها بقى كده وايه، وتروحي تاخدي الجايزه ان شاء الله في المركز الكاتوليكي. ربنا يستر على الفيلم. ربنا يستر. ايوه ليه ده في فيلم، في فيلم فيلم فيلم. في فيلم ضحكتي يعني، ما يعرضوش الفيلم يعني. بلاش يا ولاد، خلينا نشوف، خلينا نشوف التريلر بتاع الفيلم. يا صباح الفل. ابوس ايدك يا ماما، هموت وادخل الحمام. انا قلتها. ايوه بقى يا ابني، انت دلوقتي بقى في رقبتك كوم ستات، وانت الوحيد المسؤول عنه. طب اتلغي الكتكوت ولا ايه؟ يا مش من عيلة الديك يا عم. لو قعد مع كفار بني عبس مش هيقولوا كده. امسح مكياج صاحبتك هتلاقي سيد ابن عمتك. متشكره قوي يا مستر علاء على رايك فيا. اخرسي. هتلبسه يعني؟ هتلبسه. حاضر هلبسه. يا ترى المره دي هتصطادوا ايه؟ ده مسيح طبعا. انت دماغك راحت فين؟ انا وليا مجنونه وصعبه. نعم يا رحمك اخرس. اتبهدلت معاكسات وتحرش لفظي. يا نهار اسود اجري. بقت اخر ديك في مصر. شكل فيلم مختلف، مش محمد رمضان والاكشن وكده. يا اهو دخل الجيش. بعد ما الخاتم اتكسر. قاعد يقول اعلى اجر في مصر على اهو دخل الجيش. ضحكتيني طبعا موت. مش بس مش يعني الفيلم حلو، الفيلم حلو، الفيلم حلو قوي ان شاء الله. لا ده جديد لمحمد رمضان. ده مش الاكشن لا لا، وانا يعني اكيد لا، موضوع جديد مختلف، وهو واعي جدا وفهم جدا بيعمل ايه. فهو بيغير جلده علشان يعني انه عايز البيت المصري والاسره المصريه، وعمر عرفه يعني وايمن بهجت قمر مش هيعملوا حاجه قليله ابدا. فهو ذكي جدا جدا جدا، لانه هو بيغير جلده خالص تماما، مختلف عن نوعيه الادوار اللي هو يعني بيعمل. هو فيلم كوميدي اسري اكتر، مش جدا أسري، مش فيلم جداً. عنف واكشن. لا لا مفوش خالص، مفوش خالص خالص خالص. اخر جزء لازم اتكلم فيه مع هلا صدقي، مهما سمعت ومهما شافت ومهما اخذت جوائز لازم اكلمك على ونوس. ايوه الست القوية جدا اللي بعد ضغط كبير ممكن وسوسة الشيطان تخليها تقول ليه لا. لا هو الشيطان في الأول ما يعني بداية يعني أنا بهدي أي نجاح أو أي حاجة اتعملت، أي بروباجندا حصلت لونوس ونجاح حقيقي للكاتب الكبير عبد الرحيم. عبد الرحيم صح طبعا، عبد الرحيم كمان راجل عظيم جدا ومبدع، والايام اللي جايه بتاعته ان شاء الله صحيح، لانه داخل جوه البيت وكل حرف وكل كلمه لها معنى. حتى اسمينا في المسلسل انشراح له معنى، والنوس له معنى، حتى الولاد اسامي الولاد، الاحاسيس اللي جوه الصغيره اللي في النص دي. فالحقيقه تحيه وتقدير له طبعًا كبير جدا طبعًا يعني طبعا. لكن هي هي ونوس لعب على حته الست لما تبقى لوحدها ونسيت شبابها ونسيت نفسها. لكن الاول مع الشاب الصغير هي ما اهتمتش، لانها لسه الام المصريه اللي هو انت جاي بتعمل ايه وانت عايل بتاع. لكن ونوس ايوه بس تسال نفسها طب وليه لا، او ليه ما يبصليش، اكبر منه مش مهم يعني برضو. لا دول ما بي يعني ما يعني انت بتتكلمي على انشراح ولا على انشراح عامه يعني؟ انت كنت مش عايزه اقول مذاكره، كنت هضم الفكره قوي. لا هي في الاول هي ست ست معتدله، ما هو كانش لسه ونوس دخل على دماغها. هو ونوس لما جه لقاها هي بتدافع عن البيت، ابتدى يكسر واحد واحد، يسحب واحد 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 لغايه ما وصل لها هي. فقعد يضعفها 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 لغاية ما بقت خلاص مستسلمة. في لحظة الضعف والخوف وإنها قاعدة وولادها باعوها وده سابها وده هنها، فلازم تضعف. يعني هو اشتغل
في 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 نقطة الضعف المظبوطة. انت عايز ايه؟ انت مالك داخل علينا كده على غفلة عمال تسأل وتتقص؟ في ايه؟ عايز ايه؟ انت غيرت لون شعرك؟ يا بنت الايه يا سوما؟ طب انا لما هشوفها همسح بيها البلاط. سوما مين؟ اكيد هي لقيلانك. ما انا عارفة، ما انا عارفاها. انا ما اعرفش سوما، ما شفتهاش ولا عرفهاش. انا اعرفك انت بس، انا بحسك انت بس. اقدر وانا مغمض عيني احس نفسك، احس اذا كان متوتر ولا هادي، احسك اذا كنت قاعده ولا نايمه. ده حقيقي زي ما انت قلتي، هو دور انشراح، دور المفروض يخوف اي حد تاني غير هلا صدقي، يخوف انه انه ممكن يجي حاجه زيه، ممكن يجي حاجه احلى منه. بس اللي زي هلا صدقي مش المفروض خالص، لاني عندي انطباع انه دلوقتي هي مش بتمثل، هي بتستمتع، هي بتعمل حاجات كتيره. يمكن السنين اللي فاتت ما كانش عندها الفرصه انها تعمل اعمال كتيره، بس هي دلوقتي بتقول ها انا ذا، انا بمثل بمزاج، انا بمثل مش عايزه اثبت حاجه وما قداميش اي تحدي، انا بعمل الدور اللي بيجيلي بمنتهى المتعه، عشان كده بأمتع اللي قدامي. لزي هالة صدقي مش مفروض ابدا لا تخاف من دور ما يجيش، ولا بطوله واسم اول في الافيش، ولا حتى من نجم خفيف يقلق منام. ربنا يستر. ربنا يحمي اسرتك ويحمي ولادك ويحلي ايامك ويبعد عنك كل ونوس. كل ونوس، ايوه. الموهوبة الجميلة أم العيال هالة صدقي.